lionsity.m. الاسم الكامل عزيز عبد الله، مواليد 11/7/1974، العيون الشرقيه، لاعب سابق بفريق الاتحاد العيوني وبعض الفرق المغربيه، النهضه الوجديه، الاتحاد الاسلامي الوجدي، مولات وجده، فتح الناظور، النجم الوجدي. وبالنسبه لهذه المبادره هذه اللي قاموا بها الاخوان تاع المكتب المسير تاع اتحاد مولات العيون، مبادره طيبه، نتمنوا باش تكرر هذه المبادرات لصلة الرحم باش نصلوا ديك الرحم حنا والاخوان تاعنا اللي بالمدينه. نتمنوا الدعم الكامل لفريق اتحاد مولاي العيون، لحقاش بالنسبه للمواد الموارد الماليه خص الفريق يساعد هذا الفريق، لحقاش فريق عريق وبالمنطقه الشرقيه وعطى اسماء كبيره اللي لعبت في فرق مغربيه كامثال بالمعيزيه، امثال صديق، امثال عبد الرحمن القيج الله المرحوم. ونتمناو للمنطقة والمدينة ازدهار في جميع المجالات، وهاد المبادرات كان نحسو بلي رحنا ولينا للدار نتاعنا الأم، ما بعدناش. نتمناو هاد المبادرات دائما تكرر، ونتمناو من الإخوان الجالية نتاعنا اللي بالخارج يساندوا هاد الفريق، ونشكروا جميعا الصحافة نتاعنا نتاع المدينة، ونتمناو للجميع الخير والبركة في هاد المدينة السعيدة، وشكرا.